خطفت الفنانة اللبنانية مايا دياب الأنظار بمهرجان الجونة لأفلام السينما بدورته الثانية على السجادة الحمراء بلوك مميز كعادتها، وأطلت مايا بفستان أسود ساحر مع كمام طويلة من توقيع المصمم نيكولا جبران، وبدت بغاية الأناقة فجذبت عدسات المصورين. وأثناء وقوفها على السجادة الحمراء تفاجأت مايا بوصول الممثل المصري عادل إمام، فحكيوا سوا وأكيد سادت الأجواء موجة من الضحك. لتعرفوا كل أخبار النجوم يلي بتحبوا انظروا موقعنا الفن.com، وما تنسوا تعملوا سبسكرايب على تشانل الفن على يوتيوب واكبسوا على الجرس يوصلكم نوتيفيكيشنز بكل الفيديوز الجديد، واعطونا رأيكم بهالخبر عبر الكومنت سكشن موجودة أسفل الفيديو.